لدينا مسائل جديدة، سوف أبدأ بمسألتين إحمائيتين ثم سوف نحل مسألة حقيقية، وأنت سترى أن هاتان ستكونان مسألتان متعمقتان، ولكننا سوف نستخدم نفس العمليات الرياضية، أو يمكننا أن نعتبرها عمليات رياضية حقيقية. لنرى، هنا لدينا 3 ضرب إكس ناقص 1 تساوي 2 ضرب إكس زائد 3. لنرى ما يمكننا أن نفعل هنا. وأول شيء أحب أن أعمله، لا يوجد طريقة محددة وصحيحة لعمل ذلك، يوجد عدة طرق لحل هذه المسائل، لكني أحب أن أوزع بداية 3 و2، بالتالي 3 ضرب إكس ناقص 1 تساوي 3 إكس ناقص 3، فقط وزعت 3 وتساوي، نوزع الاثنان، إذن 2 ضرب إكس زائد 2 ضرب 3 وهي 6. والآن نريد أن نضع الحدود الثابتة على طرف 1 من أطراف المعادلة، وكل الحدود المتغيرة على الطرف الآخر من المعادلة. إذن لنرى إن كنا نستطيع أن نتخلص من هذا الحد 2 إكس من الطرف الأيمن. دعونا نطرح 2 إكس، سوف أحلها بطريقة مختلفة قليلا هذه المرة، لأنه يمكنك أن تراها تحل بهذه الطريقة، وربما تراها من الأسهل أن تصورها بهذه الطريقة. هذا لا يهم، فهو نفس الشيء الذي عملناه في فيديوهات سابقة، لكن أريد أن أطرح من هذا الطرف 2 إكس. إذا طرحت من هذا الطرف 2 إكس، فعلي أيضا أن أطرح من ذلك الطرف 2 إكس. ثم عندما نطرح من طرفي المعادلة 2 إكس، على ماذا سوف نحصل؟ هنا نحصل على 3 إكس ناقص 2 إكس، وهذا يساوي 1 إكس، أو إكس ناقص 3، إكس ناقص 3 وتساوي 2 إكس ناقص 2 إكس تساوي 0، ويبقى فقط 6، بالتالي نحصل على إكس ناقص 3 تساوي 6. وهذا حصلنا عليه بأن تخلصت من 2 إكس من الطرف الأيمن بطرحها من طرفي هذه المعادلة. الآن لدينا سالب 3 على الطرف الأيسر، ولا نريدها هناك، فقط نريد هناك إكس، وحتى نتخلص من ذلك يمكننا أن نضيف 3 لكلا طرفي هذه المعادلة. يمكننا أن نضيف 3 لكلا طرفي هذه المعادلة. يمكنك أن تتخيل كأنك تضيف هذه المعادلة إلى المعادلة، 3 تساوي 3، و3 هي بشكل مؤكد تساوي 3، كما أن ناقص 2 إكس يساوي ناقص 2 إكس، يمكنك أن تراها، ولكن إذا أضفت 3 لطرفي هذه المعادلة فالطرف الأيسر من المعادلة يصبح فقط إكس، لأن هذان الاثنان يلغيان بعضهما، وإكس تساوي 6 زائد 3 تساوي 9. وقد انتهينا. يمكننا أن نتحقق من الإجابة، حيث 3 ضرب 9 ناقص 1 ماذا تساوي؟ هذه 3 ضرب 8 وهي 24، وهذا ما يساويه الطرف الأيسر. ماذا يساوي الطرف الأيمن؟ إنه 2 ضرب 9 زائد 3، وهذا 2 ضرب 12، وهو يساوي أيضا 24. إذن كل شيء صحيح، بالتالي x تساوي 9. المسألة التالية تقول z على 16 يساوي 2 ضرب 3 z زائد 1، وكل ذلك على 9. تبدو مسألة معقدة. دعونا نضرب طرفي هذه المعادلة ضرب 9. فإذا ضربنا كلا طرفي هذه المعادلة ضرب 9، على ماذا نحصل؟ نحصل على 9 على 16 ضرب z تساوي هذه 9 وتلك 9 تلغيان بعضهما، إذا تساوي 2 ضرب 3 z زائد 1. الآن لنوزع هذه الاثنان، نحصل على 9 على 16 ضرب z تساوي 2 ضرب 3 زي 6 زي زائد 2. دعونا نجمع حدود زي على نفس الطرف من المعادلة. إذن لنطرح من طرفي المعادلة 6 زي
إذا لنطرح من هناك ناقص 6 زي، وهي بالطبع تساوي ناقص 6 زي هناك. وعلى ماذا نحصل؟ على هذا الطرف، على الطرف الأيسر، لدينا 9 على 16 ناقص 6. 9 على 16 ناقص 6 ماذا تكون 6 إذا كان لدي 16 في المقام؟ أو ما هو الشيء الذي نقسمه على 16 ويساوي 6؟ دعوني أفكر فيها. 60 زائد 36 إنها تساوي 96 على 16، بالتالي تساوي 9 ناقص 96 على 16 ضرب زي. هذه فقط 6، أنا فقط أعد كتابة ناقص 6 هنا، وتساوي هذان الاثنان يلغيان بعضهما، ولهذا السبب قمت في البداية بطرح 6 زي، وبالتالي سوف تساوي 2. وماذا يساوي هذا هنا؟ دعوني أعمله بالبرتقالي. 9 ناقص 96، 9 ناقص 96، دعونا نرى الفرق بين 9 و96، سوف يكون 87. وبالطبع نحن نطرح الأكبر من الأصغر، بالتالي سوف تكون سالب 87 على 16 ضرب زي تساوي 2. ولقد اقتربنا، فقط علينا أن نضرب طرفي هذه المعادلة ضرب معكوس هذا المعامل، بالتالي سوف نضرب طرفي هذه المعادلة ضرب ناقص 16 على 87، وناقص 16 على 87 هذان يحذفان، 87 مع 87 و16 مع 16، والإشارة السالبة تصبح موجبة، بالتالي يبقى لدينا زي تساوي 2 ضرب هذا الشيء، بالتالي 2 ضرب ناقص 16 يساوي ناقص 32 على 87. ولقد انتهينا. هذه الإجابة ليست جميلة الشكل، لكن هذا ما حصلنا عليه، ويمكنك أن تجربها بعدة طرق. فربما يمكنك أن تضرب طرفي المعادلة ضرب 16 في البداية، أو ربما يمكنك أن توزع 2 على 9 في البداية. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك عملها، ويمكنك أيضا التحقق من أن الإجابة هذه صحيحة. دعونا الآن نحل مسألة نصية بعد أن قمنا بالإحماء. حسنا، تقول المسألة: منال وتمار يتجادلان حول خدعة حسابية سمعوا عنها كيف تعمل. تمار أخبر نادر بأن يفكر برقم، لنقل أن هذا الرقم هو X الذي يفكر به نادر، X، ففكر برقم ثم اضربه في 5، هذا ما يقوله تمار. تمار يقول لنادر بأن يفكر برقم واضربه في 5، دعوني أعمل ذلك، بالتالي يضربه في 5، إذا يضربه في 5 ثم يطرح 3، يطرح 3 من النتيجة، و يطرح، سوف نعمل ذلك بلون مختلف، سوف نعمله بالأزرق، نطرح 3 من النتيجة، إذا نطرح 3 من النتيجة، ثم تأتي منال، إذا هنا منال، ثم تقول لنادر مرة أخرى: فكر برقم، مرة أخرى فكر برقم، سوف نسمي ذلك X، فكلاهما يحاولان التفكير برقم، ثم أضف 5، الآن هي تقول أضف 5 إلى الرقم، بالتالي نضيف 5 للرقم، ثم اضرب النتيجة، اضرب النتيجة ضرب 3، بالتالي نضرب النتيجة ضرب 3، ويقول نادر أنه في المرتين التي جرب فيها الخدعة حصل على نفس الإجابة، فما هو رقم نادر؟ إذا بغض النظر إذا قام بضرب 5 في الرقم ثم طرح 3، أو أنه أضاف 5 وضرب النتيجة في 3، فإنه يحصل على نفس الرقم، بالتالي هذا يعني أن هذان الشيئان متساويان، إنه يحصل على نفس الإجابة، وهذا يعني أن هذان الشيئان متساويان، فدعونا نحل هذه المعادلة، نحصل على 5x ناقص 3،
تساوي 3 ضرب إكس زائد 5. بالنسبة لي أحب أن أوزع هذه الثلاثة، فذلك يساوي 3 إكس زائد 15. دائما عليك أن تتذكر أنه يجب أن تضرب 3 ضرب كل الحدود داخل الأقواس، هذه 15. بالطبع ذلك يساوي 5 إكس ناقص 3. الآن أعتقد أنكم تعلمون كيف أحب أن أعمل، أحب أن أجمع كل معاملات X على طرف، دعونا نجعلهم على الطرف الأيسر، مما يعني أننا يجب أن نتخلص منهم على الطرف الأيمن، إذا دعونا نطرح من كلا الطرفين 3X، إذا ناقص 3X ناقص 3X، والمعادلة تصبح 5X ناقص 3X يساوي 2X. وتبقى هنا ناقص 3 وتساوي، هذان يحذفان، تساوي 15. تساوي هذه 15 بالأصفر هنا. الآن نريد أن نتخلص من هذه الناقص 3 على الطرف الأيسر، وأفضل طريقة لعمل ذلك هي أن نضيف 3 لكلا طرفي المعادلة، بالتالي نضيف 3 لكلا طرفي هذه المعادلة. على ماذا نحصل؟ الآن تحصل على 2X وهذان يحذفان تساوي 18. ثم تقسم هذا على 2، تقسم الطرفين على 2 وتحصل على أن X تساوي 18 على 2 أو 9. بالتالي في كلا الحالتين كان نادر يفكر في 9. دعونا نرى إن كان هذا صحيحا. فبالنسبة لكل من طريقة تمار ومنار، فإذا كانت هذه 9 فيكون لديك 5 ضرب 9 تساوي 45 ناقص 3 وهي 42. هذه النتيجة بطريقة تمار. الآن نذهب لطريقة منال، هذه 9 هناك، حيث 9 زائد 5 تساوي 14، فهذا الشيء يصبح 14 وتصبح 3 ضرب 14، و3 ضرب 14 تساوي 30 زائد 12 وهي 42. بالتالي نادر على حق، فهو اختار الرقم 9 بشكل عشوائي، وبغض النظر عن الطريقة التي استخدمها فهو يحصل على نفس النتيجة، فهو يحصل على 42.